وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من تايلاند، يقول: بعض الأعمال الصالحة تأتي لنا فجأة ونقوم بها، ولكن يغيب عن بالنا احتساب الأجر فيها منذ البداية، فهل يكتب لنا أجرها أو لا بد من البداية من عند البداية أن نقوم بذلك؟ لا شك أنه العمل الصالح اشترط له النية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا عزبت عنك النية في أول العمل ثم تذكرتها واستحضرتها فإنه يكتب لك من العمل ما نويت، يكتب لك من العمل ما نويت وأخلصت النية فيه لله عز وجل. نعم.